عمار الخوري المحترم، باسم الغائب الحاضر دكتور عصام حداد مؤسس الجائزة، وباسم معهد الأبجدية في مدينة الجبيل اللبنانية التاريخية، وباسم مؤسسة الغربة الإعلامية في أستراليا، يشرفني أن أمنحك جائزة شرب البعيني لعام 2015 تقديرا لك على نشاطك الأدبي والإعلامي المميز. ألف مبروك. موفق ان شاء الله استاذ. الف مبروك. هاي بيقولك مره منصوره. لا تفضل. كمان بدي أقول ثلاث شغلات بسرعة. عصر جوائز كثيرة وين ما كان، مرات بقول كل جايزة قديش نسبة المحبة فيها، منهم 20%، منهم 30%، منهم 40%. جايزة تشربل 100% محبة. أنا عليك ألف شكر. ثاني شغلة، الجايزة المضافة على الجايزة انه تقدم لي اياها شاعرة الضوء السيده مارسيل منصور. الف شكر لالي. كل شغله بالزمان كتبت يا خي شربل، كل ما فتحت انين شامبانيا تفقع ضحكه شربل بعيني. رح يحمل كتاب ان شاء الله، هالضحكه ما بتخلص. شكرا. حلفت بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبعات، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمات. حلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبعات، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمات. بتطير يا عصفور عكوخ من وزال، رويان سقف زهور مفروش بالعنبر، حب الندي الأخضر دنيا ظلال ظلال، دنيا ظلال ظلال. أنت
تقشع عريشي وباب بفيته مزوي تقشع عريشي وباب بفيته مزوي وحلوي بإيدك تا سلم على الحلوي تقشع عريشي وباب بفيته مزوي وحلوي بإيدك تا سلم على الحلوي ونهدي ترياحك بتمرمي جناحك عالسطح عالحيطان عتياب مدريه عالبسط عالقمصان عاكل شي خزق عالمقعد الأزرق على قمر السكران اللي بذكر فيه بذكر حبنا باقي بتسكي تساقي يا طير وتمشي وإن كان ما في شي من حبنا باقي بتسكي تساقي زنبق مجت ليا السنة كلان صارت جنيني بحب جنيني شاعر مجت ليا صبي جهلان غنوا تكبر شرب بعيني تبني يا العنان والعنانين قولوا لأمين قولوا لأمين فيكون الوجر تحت خيلي نشتغلين ومن قلبي يروح الغجر من قلب وشاعر نسي تاريخ ميلاده لسهول حفظ تعسته لشبال جوال مطرح ما الحلم قاده رفيقه بهالرحلة الطويلة خيال والذكريات كانت تجي سوزان بعيني تقلع عيوني
الشعر يا عيني ترشق شعر حويدة الأوافي النيد من قم جرة ما لها ديني من بعيد بالمع صوتها من بعيد واقف حكم بين المدى وبيني سوزان عم ألف كتاب جديد وموعود عاخدي بحلويني غني معي بالعيد Shut up, man.